لغات البرمجة مثل السي أو الدلفي أو الجافا هي الوحيدة القادرة على إنشاء نظم التشغيل أو البرامج التطبيقية. يقصد من هذا التمهيد أن نضع دايركتور في مكانه الصحيح. دايركتور يندرج تحت طائفة البرامج الخاصة أو البرامج التطبيقية الخاصة. لغات البرمجة تستطيع إنتاج أنظمة التشغيل مثل الماكنتوش أوبريتنج سيستم أو الويندوز 95 أو الويندوز 98 أو الويندوز NT أو الويندوز XP. أما البرامج العامة فهي برامج تم إنشائها بلغات البرمجة مثل السي أو الجافا أو الدلفي بهدف تشغيلها على أنظمة التشغيل مثل المايكروسوفت وورد أو الإكسل أو الأكسس أو الفري هاند. البرامج العامة هي برامج بتخدم عامة الناس، كل الناس تقدر تستخدمها زي الآلة الحاسبة زي الوين أمب زي الفوتوشوب أو الفري هاند أو الأكسس أو الإكسل أو الوورد حتى. أما البرامج الخاصة مثل دايركتور وأوسر وير والأوتوكاد والثري دي ماكس أو غيره كلها برامج بتخدم فئة خاصة الفئة الخاصة دي بتستغل البرنامج في عمل أغراض عامة زي مثلا ما نقدر نعمل برنامج تعليمي لمرحلة تعليمية معينة أو برنامج ديني أو برنامج ثقافي في مجال معين أو CD لشخصية معينة إلى آخره. في البداية حينما نترجم كلمة دايركتور فنجد أن معناها المخرج، وحينما نحلل طبيعة عمل المخرج في الحقيقة سوف نجد العناصر التالية للعمل مع المخرج، وهي كاتب السكريبت أو سيناريو البرنامج أو فيلم أو مسرحية أو تمثيلية. أعضاء فريق الإنتاج من ممثلين وفنيين ومساعدين، منتج فيلمي أو مسجل فيلمي، شاشة عرض أو خشبة مسرح أو سينما أو تلفزيون أو كمبيوتر أو راديو. في النهاية تقدم الرسالة إلى جمهور له عمر زمني معين. في الحقيقة أن برنامج دايركتور يشبه إلى حد كبير المكونات السابقة، فلدينا كاتب سكريبت أو سيناريو، وبناء على السكريبت أو السيناريو يتم إخراج العمل. يشترك في العمل مجموعة من الأعضاء، هذه الأعضاء عبارة عن صور ورسوم وأصوات ومؤثرات وأكواد، كلها تعمل لإنتاج برنامج له طبيعة خاصة. هذه البرامج تنتج على منتج فيلمي أو مسجل فيلمي. لدينا شاشة عرض وهي شاشة الكمبيوتر بمقاسات مختلفة. أعضاء فريق الإنتاج لهم درجات أولوية، منهم الأكثر أولوية ومنهم الأقل أولوية. في النهاية يوجه برنامج المالتي ميديا إلى جمهور له عمر زمني معين. لعل من أبرز الجمل التي تذكر في هذا الصدد أن دايركتور ليس أفضل برنامج معالجة صور ولكن أدوب فوتوشوب. وليس أفضل برنامج معالجة صوت ولكن ساوند إيديت أو ساوند فورج. وليس أفضل برنامج يتعامل مع الفيديو ولكن بريمير أو يوليد ميديا ستوديو برو. وليس أفضل برنامج تنسيق نصوص بل مايكروسوفت وورد. ولكن دايركتور هو البرنامج الوحيد الذي يستطيع الجمع بينها وإنتاج برنامج مالتي ميديا يضم رسوم متحركة بقوة عن باقي البرامج، وهو أفضل من يستطيع تجميع كل تلك الوسائط ويتحكم فيها تحكم جيد.
ولما كان عصرنه عصر الإنترنت، ولما كانت أدوات إنتاج صفحات الـ HTML كثيرة ومتنوعة، كانت عملية تخليق التفاعلية الأعلى على هذه الصفحات بأغراض علمية أو حتى إعلانية أو وثائقية أو تعليمية، كانت تلك العملية ذات طلب أكثر. وعليه فالملحوظ أن حتى كل لغات البرمجة في العالم تتجه إلى إنشاء ملفات تستطيع التحميل على شبكة الإنترنت بسهولة، وعليه فإن دايركتور يستطيع إنتاج ملفات تعمل على الإنترنت ولكن ببعض الشروط البسيطة. والواضح أن كل اللغات تقريبا تنتج ملفات قابلة للعمل على الإنترنت، ولهذا يجب توضيح مفهوم الشوك ويف. الشوك ويف هو بلجن أو ملفات توضع في مجلد النظام، وهو يستخدم مع متصفح الإنترنت ومتصفح الإنترنت إما نيتسكيب أو إكسبلورر لتخليق ملف جديد. يضغط هذا المفتاح ولاستيراد ملف من الخارج يضغط هذا المفتاح، لحفظ البرنامج يضغط هذا المفتاح، لإنشاء عضو من النوع الرسومي يضغط هذا المفتاح، لإنشاء عضو من الرسوم فيكتور يضغط هذا المفتاح، لكتابة نصوص يضغط هذا المفتاح. الصورة الحالية تعبر عن مخرج برنامج دايركتور النهائي، ويمكن مشاهدة المجلد بهذا الشكل مع ملاحظة اختلاف رموز دايركتور، حيث تمسكت بعرض الرموز القديمة لدايركتور نظرا لأنها معبرة أكثر عن الرموز الجديدة. يجب أيضا ألا ننسى هذه الرسمة، حيث هذه الرسمة هي شكل مشروع الدايركتور، مجموعة من الموفيز، مجموعة من حاويات الأعضاء، ملف تطبيقي. يوجد ارتباط بين ملفات المشروع وحاويات الأعضاء، يمكن أن يوجد ارتباط بين بعض حاويات الأعضاء وبعض الملفات فقط. كل مشهد من المشاهد أو كل موفي من الموفيز بتعبر عن موضوع معين. قد تكون هذه الموفي لعرض الباب الأول من المنهج الدراسي، أو قد تعبر هذه الموفي عن الباب الثاني أو الثالث أو الرابع، قد تكون هذه الموفي للأسئلة، قد تكون هذه الموفي لموضوع من الموضوعات المحددة. هناك بعض الأعضاء تمهيد. لغات البرمجة مثل السي